أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لمزيد من المتابعة. ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزير خارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية الأردن والسعودية وفلسطين. هذا المؤتمر الصحفي الذي عرض يعني أو عقد على هامش المؤتمر الخاص بمجلس الأمن، بداية تم التأكيد طبعا من قبل وزير الخارجية سامح شكري دعوة خلال المؤتمر للمجموعة العربية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، طبعا دعاء إلى الاطلاع بمسؤولياته تجاه الأوضاع بغزة. كيف ترى إمكانية الوصول إلى نقاط اتفاق حول هذا الشأن؟ يعني أولا يعني جلسة مجلس الأمن واضحة فعلا، والأمين العام اللي هو مساعد الحياة اتكلم فكرة رد الفعل وكده، لكن هو الاغلب بالرغم من وجود طبعا تباينات في الاراء، لكن المجموعه العربيه كانت بتاكد على فكره وقف استهداف المدنيين في غزه، وقف العدوان، واستمرار المساعدات. ووزير الخارجيه سامح شكري الحقيقه اكد على الموقف المصري في اهميه الوصول الى القضيه الرئيسيه، وهي حل القضيه الفلسطينيه حل كامل، مع رفض تصفيه القضيه الفلسطينيه او تهجير الفلسطينيين. صحيح. وده شيء بيرفضه الفلسطينيين وبترفضه طبعا مصر والمجموعه العربيه. يعني كان في المجموعه العربيه اتفاق على اهميه وقف هذا العدوان، ويمكن في الامم المتحده حتى في مجلس الامن ايضا لاتجاه الامن وقف استهداف المدنيين وتوصيل المساعدات، بالاضافه حتى التباين نفسه لم يمنع وزير الخارجيه الامريكي من التاكيد على فكره حل الدولتين وطريق السلام. وهناك مخاوف بالفعل مما حذرت منه مصر منذ بداية العدوان من اتساع هذا النزاع بالشكل يؤثر على السلم الإقليمي والدولي بشكل كبير، في انعكاس لهذا الأمر لدى الخطاب الموجود حتى لدى الدول التي تدعم إسرائيل أو تتواطأ في هذا الأمر. فوزير الخارجية سامح شكري أكد الموقف المصري، المجموعة العربية أيضا، وموقف مصر في هذا الأمر واضح: رفض تصفيه القضيه الفلسطينيه، دعم وقف اطلاق النار والاتجاه الى هذا الامر، بالاضافه الى مسار السلام وهو القضيه الرئيسيه. في حال السير بمسار السلام يمكن احلال سلام حقيقي في المنطقه، ويمكن وزير الخارجيه الامريكي اشار الى هذا الامر خوفا من اتساع النزاع وغيره. فهناك اتجاه يعني بالرغم من استمرار العدوان، لكن في اتجاه عام عالمي وفي انعكاس لاستهداف المدنيين بالشكل الذي يكاد يشبه نوع من الاباده، وده ترتب صحيح على السنه كثير من المسؤولين اللي تحدثوا. وذكره وزير الخارجيه سامح شكري ايضا، اكد انه يعني ما يحدث هو شكل من اشكال وزير الخارجيه سامح شكري اكد المواقف المصريه صحيح بالفعل اتجاه رفض تصفيه القضيه، اتجاه للسلام، وقف اطلاق النار اصبح ضرورة بالفعل في هذا الوقت الخطر اللي بيهدد باتساع هذا النزاع. يعني صحيح، أكد كمان وزير الخارجية سامح شكري على نقاط يعني في غاية الأهمية. تحدث طبعا عن ازدواجية المعايير وحماية المدنيين، هذا بالإضافة طبعا إلى أن المجموعة العربية ككل تحدثت بشكل أساسي عن دخول المساعدات وأن الكميات غير كافية ولابد من فتح مسارات بدون قيد أو شرط. رأي حضرتك في ده إيه؟ ده مهم جدا، وده الموقف المصري الحقيقة، لأن مصر بذلت جهود كبيرة جدا منذ البداية لفتح المعبر أولا واستمرار المساعدات، لأنه فيه حرب إبادة حقيقية بتتم، بالإضافة إلى أهمية استمرار هذا الدعم للمدنيين في يعني نفاد الوقود، نفاد المواد الطبية، ويمكن نجحت المساعدات اللي دخلت في إنجاز كثير في المستشفيات بعد حال توقفها، وكان الحديث على عمليات بتتم بدون بنك. كمان مصر بتدفع نحو فتح المعبر لخروج الجرحى اللي حالاتهم تستدعي عمليات او غيره، والمستشفيات المصريه اعتادت انها تقدم هذا الامر. صحيح، يعني في الجزء العاجل مصر دائما بتدفع نحو الجزء العاجل من ناحيه، والجزء المستمر اللي هو مرتبط باهميه انه يبقى في سياق عام لمسيرة السلام، لأنه من دون وقف هذه الحرب يعني العدوانية يعني يمكن أن يكون
العالم كله مهدد في حال اشتعال هذه المنطقة بهذا الشكل الخطر. يعني صحيح، يعني أستاذ أكرم، يعني في رأيك هذه المحاولات من الضغط العربي على المجتمع الدولي إلى ما ستصل، خاصة ونحن نرى وأكد عليه وزراء الخارجية أن هناك شكل من أشكال ازدواجية المعايير، هناك دائما مطالب بالإفراج عن الرهائن، لكنه دائما ما نحن نؤكد على أنه قتل المدنيين أمر لا يمكن أبدا القبول به، يعني على الجانب الفلسطيني، وما يحدث يوميا من سقوط عدد كبير جدا من الضحايا. رؤيتك لهذا ورؤيتك لاستجابة المجتمع الدولي بناء على ما يراه يوميا. لا، نقطة ازدواجية المعايير واضحة جدا في هذه الأزمة بشكل كبير الحقيقة. يعني الولايات المتحدة وأوروبا، ويمكن واضحة جدا فكرة تجاه حقوق الإنسان تجاه غيره، ويمكن الرئيس عبد الفتاح مؤتمر القاهرة، قمة القاهرة للسلام، أكد على هذا الأمر، أنه وجه المسؤولية للدول الكبرى، ويقول أنه مفترض أنه نتعامل مع الإنسانية كلها بشكل واضح. صحيح. وواحد. ففكرة الازدواجية المعايير أصبحت واضحة، ولدى أوروبا ولدى الإعلام حتى في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وإن كان هناك اختراقات لهذا الأمر بالفعل، حتى وزير يعني فرنسا مثلا اللي بتقف قرار اطلاق النار، الرئيس الفرنسي بيقوم بجوله والتقى يعني زار اطراف مختلفه، واصبح بيدفع نحو اهميه دعم توصيل المساعدات للمدنيين مثلا. لكن فعلا ازدواجيه المعايير دي مصر بتؤكد عليها، والعالم اصبح بيراها ينعكس في تحركات وتظاهرات ومسيرات اوروبا وخيره. يمكن وزير الخارجيه سامح شكري اكد على هذا الامر بشكل كبير، وقال انه تصفيه الفلسطينيه على حساب دول الجوار مرفوضه، وانه بيطالب بالوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار في قطاع غزه اللي وصل الحال فيها الى حاله صعبه جدا باستهداف المدنيين وعدد ضخم من الشهداء والجرحى، ولم يعد هناك امكانيه لانتظار دخول بري او غيره، لانه المدنيين هم الذين يدفعون الثمن. فالتاكيد على الغاء ازدواجيه المعايير ده جزء مهم في هذا السياق، والتاكيد على سياق وقف اطلاق النار ووقف هذه الحرب المدمره جدا الاباديه ضد سكان غزه المدنيين اللي بيدفعوا ثمن لهذا الامر، مع التاكيد على انه الدول العربيه واغلب الدول التي تحدثت بالفعل اكدت انها ضد قتل المدنيين، لكن لماذا ينظر الغرب الى مدنيين في دوله الاحتلال بينما يتجاهلوا عشرات الالاف؟ ونتحدث عن مدنيين من الاطفال والنساء وكبار السن، يعني مساله الحياه في يعني قايه الاسر. طبعا، واغلبهم من الاطفال. يعني صحيح صحيح، والمستشفى الاهلي المعمداني كان معظمهم كمان من الاطفال. استاذ اكرم، اعود مع حضرتك مره ثانيه لتصريحات وزير الخارجيه المصري سامح شكري، اللي اعاد التاكيد على تجديد مصر بعدم محاوله تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب دول الجوار، ورفض فكرة التهجير رفض تام. لا طبعا، ده الموقف المصري الثابت جدا في هذا السياق، لانه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكده اكثر مره، واكده بشكل حاسم وانه ده خط احمر. صحيح. والفلسطينيين نفسهم بيرفضوه، والرئيس الفلسطيني محمود عباس اكده في قمه القاهره قال لن نرحل، وانه الفلسطينيين ضد التصفيه، وانه لا احد يخرج من ارضه. وهذا الأمر الحقيقة مصر بتتعامل معاه بحسم شديد، وبحسم تمتلك القوة للتأكيد، يعني لأنه مصر اللي أدركت الحرب وأدركت السلام وقادرة على تقديم هذا الأمر. والحقيقة أنه أي محلل متابع بشكل واضح يكتشف أن مصر أولا بتملك مفاتيح للتواصل مع كافة الأطراف، وفي نفس الوقت هي تقدم مخرج بسياق السلام لكل الأطراف، لأن كل الأطراف أصبحت متورطة، وهناك مأزق حقيقي حتى للاحتلال اللي أصبح منقسم داخليا، وأصبح هناك اتهامات لنتنياهو بتعقيد الأمر وخلاف داخل إسرائيل نفسها. يعني كل ده مهم. مصر الدولة المصرية بتقدم بالفعل سياقات مختلفة ومخارج لكل الأطراف.
صحيح، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.